محسن العشية رقم 19، محمد مرابط رقم 10، مشاركة أيضا للاعب كحلاوي سيف الدين رقم 26، هناك أيضا اللاعب كعتشو ماري توني ومايرو رقم 15، وأيضا رقم 9 كوفي بوان أحد نجوم أيضا الفريق المدينة النبوية رقم 29، هي تشكيلة أساسية للفريق اللي هو فريق أولمبيك أسفي. بالنسبة لفريق اللي هو فريق يوسف برشيد فكيلعب بالأسماء الآتية، يعني حسين الشادي حارس مرمى، باقي الأسماء رقم 2 هشام تايك، رقم 91 محسن السيري، رقم 25 عتيق نتابع الكرة ممتازة داخل منطقة الجزاء ولكن هنالك تغطية من الدفاع، قلت عتيق شياب 25، رقم 6 هنالك عبد الفتاح أمين، رقم 13 مجاهد حمزة، رقم 16 بوسدرة حمزة، رقم 31 ياسين وكيلي، رقم 19 عينة هيثم، رقم 5 أيت أحمد فتاح، رقم 9 سعود رشيد يونس، وهذه التشكيلة الأساسية ديال الفريق اللي هو فريق يوسفية برشيد وأيضا فريق أولمبيك أسفي. في هذا اللقاء نذكر بأنه الحكم الذي يقود هذه المقابلة هو عبد العزيز مسلك حكم عصبة الغرب بمعية برينسي زكريا وأيضا بشتاوي زكريا، وهذا تريو أو ثلاثي يقود هذه المقابلة من عصبة الغرب. بالنسبة للحكم الرابع لهذه المواجهة فهو شافر محمد، وهو الحكم الرابع لهذا اللقاء. إذن دخلنا في غمار الدقائق الأولى من عمر هذه المنافسة بين الطرفين، حين كتب لمحاولة فرصة ملعوبة على مستوى خط الأمامي، تحضير ودائما تعامل بهدوء. نذكر بأنه الفريقان معا يلعبان هذه المقابلة ويعلمان جيدا على أنه مقابلة يعني عندها خصوصية خاصة من جهة الفريق الأسفي، الفريق الذي يريد إثبات علو كعبه خاصة تأهل كأس الاتحاد الإفريقي الرتبة الثالثة، فهي مهمة جدا بالنسبة للفريق الأولمبيك الصافي الذي ضمن لحد الساعة يعني مشوارا جيدا ورائعا بعد تحصيله 45 نقطة، ويلم النفس بثلاث نقاط إضافية تالي 48 نقطة، غادي تكون يعني مهمة ومهمة بالنسبة له ويسلب بها الستار ويؤكد على مشاركة جيدة وفعالة هذا الموسم. نتابع هذه المحاولة لرأسية كترجع مرة أخرى مباشرة في اتجاه تماس، تماس كيجي في هذه اللحظات. قلت فريق أولمبيك أسفي في الرتبة الثالثة، فريق أولمبيك أسفي 29 مقابلة اللي خدها لحد الساعة، 12 انتصار، 9 تعادلات، 8 ديال الهزائم، نفس عدد الهزائم ديال الفريق أولمبيك أسفي هي اللي عند فريق الدفاع الحسني الجديدي. عند فريق الفتح الرياضي الرباطي هو الآخر حصل على 8 هزائم. كرة ملعوبة ممتازة، فرصة تصويب، تصويبة جميلة، تصويبة رائعة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، يعني من جانب لاعب هيثم عينة اللي كان بإمكانه أن يوضع الكرة في المرمى، هي نفسه بواحد الشكل جميل ولكن الكرة ديالو ما مشاتش بالصورة المناسبة عليه، الكرة في الزاوية. نذكر أيضا السادة المشاهدين أن فريق يوسفية برشيد الرتبة الثامنة لحد ساعة الدوري الاحتراف التصاف المغرب، تسويش مقابلة اللي خدها عنده 9 انتصارات 9 تعادلات 11 هزيمة اللي تكبدها فريق يوسفية برشيد يعني هذا الموسم، 11 هزيمة نفس عدد هزائم فريق الجيش الملكي اللي عنده هو الآخر 11 هزيمة. ونذكر بأنه فريق يوسفية برشيد فيحتل أو عنده 36 نقطة، وهو عدد نقاط فريق سريع واتزن تالي، الفريقان معا في نفس عدد النقاط ومقابلة اليوم داخل الميدان داخل القواعد، فهي فرصة من جانب فريق يوسفية برشيد باش أنه يحصل على نقاط أحسن وأفضل وبالتالي يحسن السلم ديالو الترتيبي. هو يطمح لوصول نقطة 39 وتخليه يكون جنب لجنب الرتبة الثالثة في دوري احتراف اتصال المغرب، ورقة فريق الدفاع الحسن الجديدي ريتما ينهي فريق الدفاع الحسن الجديدي مباراة أمام فريق الرجاء الرياضي. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الأمامي، فرصة من أجل المراوغة كتضيع كترجع مرة أخرى لفريق يوسفية
مجال يسرى اشراك مجموعه من اللاعبين هم هيثم عيلة اللي كيحاول ممكن ان ينطلق بشكل جيد عن يسرى الخط الايمن. نتابعوا هذه المحاوله، رجعت الفريق اولمبيك اسافيكو في بوات لاعب الكره على مستوى خط الوسط، بناء العمليه الهجوميه الان، تحضير عدم التسرع، هذه امور مهمه جدا. كره اماميه ممتازه من جانب الفريق اولمبيك اسافي، الاعتماد على مهاره لاعب توني ايجو ماري جوي، رجع الكره ديالو للخلف وفرصه ممتازه، والحارس في المكان المناسب حسين شادلي تمكن من كورتو ويتمكن من ايقاف هذه الكره وهذه العمليه الهجوميه بشكل احسن. رجعت الكره مره اخرى من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد، الاعتماد على الامارات ياسين وكيلي اللي كيحاول ما امكن انه يخترق من الجهه اليمنى، ولكن الكره ديالو يعني ما مشاش بالشكل اللي كان كيطمح ليه الوكيلي، وكيحصل على مخالفه في اخر المطاف، وهذا امر مهم بالنسبه الى اذا المنافسه لا زالت مستمره. حنا كنتابعونا انسلال من الجهه اليمنى، الوكيل يحاول يمار التمريره داخل منطقه الجزاء، وهناك رفع الكره داخل منطقه الجزاء، الحارس ما انتبهش المغادره ديال الكره في اخر المطاف، كيتمكن من ايقاف هذه المحاوله، ايقاف هذه العمليه الهجوميه اللي كان بامكانها انها يعني تشكل خطوره كبيره على المعترك ديال فريق الاولمبيك اسفي. اذا دائما مع المحاولات والدقائق الاولى من عمر هذه المواجهه في انتظار ان تتضح المعالم اكثر فاكثر بين الطرفين على مستوى الخطط الهجوميه، على مستوى المحاولات الهجوميه، ما ان كان بالامكان ان نشاهد يعني اهداف بشكل كبير في هذا اللقاء. كره ملعوبه الان على مستوى خط امامي، هنالك محاوله المراوغه، كانت هناك مطالبه باللمسات، ولكن بعد ذلك ترجع الهجمه مرتده من الجهه اليمنى، فرصه جميله من الجهه اليمنى يونس رشيد، يونس رشيد مهاره فنيه ديالو ممتازه، فرصه صويب عينا هيثم عينا، يعني المره الثانيه في المقابله تتاح له فرصه التصويب، يعني كان عنده فرصه سانحه للتصويب ولكن يعني ما اثرش الكره ديالو، وبالتالي كتضيع هذه المحاولة. محاولات ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، وتحضير مباشرة في اتجاه تماس، تماس لصلاح نصر فريق أولمبيك أسفي. لو بلانا على مستوى خط الامامي، فرصة 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 ممتازة، هدف اول لصالح فريق اولمبيك اسفي، طريقة ذكية جميلة، الخطأ على مستوى التغطية الدفاعية، وشاهدنا كيفاش انه جات الكرة بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة هذه، وكيجي الهدف الاول لصالح فريق اولمبيك اسفي، وبالتالي هدف اول في هذه المقابلة. يعني الاسلوب والطريقة ديال التعامل مع هذه الكرة فكان بشكل جيد، يعني هدف أول، هدف أول لصالح فريق أولمبيك أسفي. إذا 1-0 1-0 لصالح فريق اولمبيك اسفي في هذه المواجهة، طريقة جيدة بتعامل كي مع الكرة داخل منطقة الجزاء، الهدف اللي يمكن نقول بانه غادي يحرر كل اللاعبين، غادي يحرر كل اللاعبين، لا من جانب فريق يوسف برشيد ولا من جانب فريق اولمبيك اسفي. ذكر بانه مسجل الهدف هو اللاعب كوفي بوا بطريقه ذكيه، لاعب رقم 9 صوب فريق اولمبيك اسفي، وعرف كيفاش انه يتعامل مع الكره بذكاء، بالتالي وضع الكره في المرمى، وهذه كتخليه انه يكون لاعب هداف لفريق
فريق اولمبيك السفير حتى ساعه كره اماميه ممتازه ولكن هنالك تغطيه رجعت مره اخرى لصالح عناصر فريق يوسف برشيت محاوله من اجل الحصول على الكره إذن المحاولات دائما مستمرة بين الطرفين أيها الأحبة الكرام بحثا على نتيجة مرضية وإيجابية الفريق المصري يتمكن من افتتاح التسجيل في هذه المباراة أداء نتمنى أنه يكون أفضل وأحسن مع مرور الوقت فرصة ملعوبة على مستوى خط الأمامي رجعت مرة أخرى لصالح عناصر فريق يوسفية برشيد ما كاينش شي خيار غير الاندفاع على مستوى الخط الامامي لامتاع واعطاء مباراه يعني بشكل افضل واحسن هنا الخطا كيقول الحكم لصالح عناصر فريق اولمبيك اسفي الطريقه اللي جات من خلال العمليه الماضيه ممكن نقول ايضا انها كانت مباغته لانه كره ملعوبه على مستوى الخط الامامي والتعامل كان بذكاء تالي 1-0 نتيجه مسجله حد ساعه توني ايجو مارجوي اذا يضع الكره في المرمى مولينا الهدف الاول الفريقان اللذان سبق ونلتقيا في اكثر من مره نذكر بان مباراه الذهاب في الجوله رقم 15 لعبت في ملعب المسيره هناك بمدينه اسفي 3-0 يوسف برشيد قدمت الامتاع والابداع محمد رفقي هدفين مامادو ديمبلي هدف محمد رفقي احدى الاهداف كانت من نقطه الجزاء فيما المقابل عرفت طرد انذاك لمحسن العشير اذا كره ملعوبه الان على مستوى الخط الامامي من جديد لصالح عناصر فريق يوسف ياس برشيد بهدوء بدون تسرع الاعتماد على الكره الثابته وعلى الطريقه الجيده على مستوى بناء العمليات الهجوميه والكرات في الخط الامامي حاولات بين الطرفين انتبه هنا كرة ممتازة طريقة المراوغة ترجع مرة أخرى لصالح عناصر فريق يوسفية برشيد إصرار على تحقيق نتيجة مرضية إصرار أيضا على تحقيق حضور إيجابي في هذه المقابلة بإمكان أن يكون من جانب الطرفين معا كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط تحضير من جانب عناصر فريق يوسف برشيد الهدف الأول وكأن اللاعبين يعني كيحاولوا يخرجوا من القوقعة ديال الهدف والتأثير ديال الهدف و شاهدنا كيفاش انه جاب واحد الطريقه يعني مباغته وكيفاش انه طوني او كوفي بوا يعني عرف كيفاش انه يتعامل مع الدفاع وبالتالي الان رد الفعل هي اللي مخليه فريق يوسف برشيد انه يلعب بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه هذه. كره ملعوبه الان على مستوى خط الوسط تحضير بالراس رجعت مره اخرى لصالح عناصر فريق اولمبيك اسفي من الجهه اليمنى اللاعب على الكره ديال مادي عطوشي ترجعت كره الشركه ايضا وليد صبار اللاعب اللي كان كيقوم بعمليه هجوميه على مستوى خط الامامي فرصه رجعت مره اخرى لصالح عناصر فريق يوسف برشيد التحضير البحث عن التمرير شاهدوا كيفاش انه كتجي العمليه الهجوميه فرصه هايته معينه كل اللاعبين ديال فريق يوسف برشيد كانوا داقين على مستوى الخط الامامي والوقت اللي هنالك سقوط احد اللاعبين على مستوى ارضيه الميدان نتمنى ما تكونش اصابه مؤثره اذا كره ملعوبه من جديد الحكم كيقول وصل اللعب واخراج الكره بكل روح رياضيه من ياسين الوكيلي اللي كيخرج الكره فسح المجال لاحد اللاعبين باش انه يتلقى الاسعافات الضروريه في هذه المواجهه 28 دقيقه يعني الوقت
يمضي ولازمنا نتابع وياكم ايها الاخوه الكرام. هنا الدمعي انتظار معرفه كيف ستكون الاجواء الخاصه بهذه المقابله يعني على المستوى التهديفي لحد الساعه يعني ربع ساعه من اللعب عن النتيجه فهي نتيجه ديال هدف واحد مقابله شيء تقدم ديال فريق وفريق اولمبيك صافي فريق اللي قدم نفسه بصوره جيده هذا الموسم فريق الذي يلعب ب ممكن نقول باقتصاد وبالتالي اداؤه جيد حتى الجماهير تتابع عن كثب وتواكب عن كثب ما يحدث لهذا الفريق. كوفي بوا بعد ان كان ساقط على ارضيه الميدان الان يعود بدل تلقي العلاج ضروري يعود لاستئناف اطوار هذه المواجهه ينتظر فقط شرف من الحكم. كره ملعوبه عند الحارس حسين الشادلي يلعب كورته للدفاع عن طابو سدرة شراك حمزة بو سدرة أدخل قيت رحبي عفتح حيت أحمد أمامية هذه الكرة ممتازة في اتجاه يونس رشيد يلعب كورته جانبية داخل منطقة الجزاء محاولة ممتازة كنترول سيء يونس رشيد قام بالشيل عليه هنا كرة ملعوبة مرة أخرى من هيثم عينة هيثم عينة يحاول يلعب كرة ديالو أمام مهدي النبلي أقل بأنه هنالك محاولات وهناك أداء متحرك مع بداية أطوار هذه المواجهة وخاصة في هذه الجولة أداء بإمكانه أن يرتقي بشكل أفضل مع مرور الوقت. نذكر بأن عامل الرياح يخدم مصلحة فريق يوسف برشيد وبالتالي التصويب المباشر بإمكانه أنه يقدم من الجديد في هذه المواجهة التصويب المباشر بإمكانه أنه يقدم الجديد في هذا اللقاء لحد ساعة. ضربة خطأ لصالح عناصر فريق يوسفية برشيد نشوفوا الطريقة اللي غيتعاملوا بها مع هذه المواجهة تركيز بس تكون مباشرة غالبا مباشرة بالفعل صويبة ولكن كتتعطم أحد اللاعبين تغطية كترجع مباشرة الكرة بين أقدام اللاعب اللي هو هشام تيك كرة في خط الوسط محاولة المرور يتدخل الحكم معلنا على مخالفة لصالح فريق أولمبيك أسفي حد ساعة يعني أداء نقول بأنه قابل أن يقدم أهداف وبالجملة يعني بين الطرفين فنتمنى أن المنافسة تمشي بالنسق لكي يتمنى الجمهور الكريم والذي يطمح إليه الجمهور الكريم. عامل الريح كما قلت ايها الاحبه الكرام يخدم مصلحه فريق يوسف برشيد في هذه الجوله كره اماميه محاوله ممتازه كوفي بوا بالراس التمريره ديالو داخل منطقه الجزاء رجعت مره اخرى لعناصر ديال فريق يوسف برشيد من الجهه اليمنى محاوله بناء كره على مستوى الخط الامامي كان انتظر فعالية على مستوى خط الهجوم ممتازة آخر المطاف كتمشي الكرة مباشرة نحو التماس تماس لصالح فريق يوسفية برشيد بهدوء وبدون تسرع يتم لعب هذه الكرة بهدوء لاعب حمزة بوسدرا يلعب الكرة ديالو أمامية رجعت عند هيثم هيثم عينة رجع مرة أخرى من هيثم عينة يترك لا هو اللي نفذ تماس تماس تلعب بشكل سريع فريق يوسف برشيد كأني به فريق يبحث بسرعه باش يرجع في المقابله رجع الهدف اللي تم التسجيل عليه وبالتالي يعوض النتيجه فرصه ممتازه محاوله الاختراق جميله 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 كره ممتازه تهي ولكن في اخر مره في رجعت مره اخرى هيثم عينة هي نفسه تصويب محاوله من الجهه اليمنى ابعاد الخطوره داخل منطقه الجزاء فرصه تصويبها جميله العمليه على مستوى الانطلاق وعلى مستوى بناء الكرات ويونس رشيد التصويبه ديالو ما مشاش بشكل جيد لعب سابق سو فريق الكوكب الريالي المراكشي 31 سنه كره قصيه جميله جميله جميله
إلى خارج رقعة الميدان. خط الوسط في اتجاه التماس، تماس ينفذ. هيثم عينة، ضغط كبير من عناصر فريق يوسفية برشيد على المحترك ديال فريق اولمبيك اسفي، ولكن امر طبيعي على اعتبار انه فريق اولمبيك اسفي متقدم بالنتيجه وخارج قواعده. تغيير الجهه اليمنى، حمزه بوسدرا، خمسة رجع الكرة ديالو أمين أبو الفتح. استمرار التباري، اختيار رجال يسرى، يونس راشيد يحاول يمر، يونس راشيد ما خرجش كرة، وها هي مرفوعة الحكم مساعد كتقول بأنه غادر. الكرة غادرات في الخط الجنبي للملعب. ملعوبه على مستوى خط الوسط، تحضير امكانيه ديال الاستفاده من الكره على مستوى الخط الامامي. هذه محاوله الجهه اليمنى، تحضير في خط الوسط مره اخرى ابو الفتح. الإمكانية ديال بناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد. تمريرة الجهة اليمنى لحمزة بوسدرا، عناصر فريق يوسفية برشيد معترك فريق اولمبيك اسفي، ولكن بدون فعاليه. شفنا كيفاش سيف الدين كحلاوي تمكن من ابعاد الكره الماضيه بشكل جيد. كره ملعوبه الان على مستوى خط الوسط. كل لاعبين ديال فريق يوسفية برشيد ضاغطين. هيثم عينة يحاول يهيئ نفسه قصيد، كره ممتازه ولكن كتضيع، كتصبح عند كوفي بوا. شبه مرتده بخارج قدم بعيده صعيب بصبيعه كوفي بوا اللي هو أقرب للحارس حسين شادي. حمزة مجاهد، حمزة مرة أخرى غير تماما عند أمين أبو الفتح. أبو الفتح بهدوء خط الأمامي اختار ياسين وكيلي، ضعت له كوفي بو الآن عند فريق أولمبيك أسفي. تمريرة ممتازة، انطلاقة جل يسرى، محاولة من جانب فريق أولمبيك أسفي. يحيى عطية الله يحاول يحافظ على كورتوف آخر المطاف. مبدأ الأمان والسلامة، إخراج الخطورة بشكل كامل، والكرة مباشرة في التماس أو في الزاوية. شو القرار؟ هناك احد اللاعبين اللي سقط على ارضيه الميدان، وبالتالي الحكم ديال المواجهه يعني عبد العزيز المسلك غيمشي باش يتاكد من الاصابه ديال هذا اللاعب. لاعب الوكيلي، نتمنى ما تكونش اصابه مثيره. ياسين الوكيلي تحدثنا على هذا اللاعب اللي عنده 28 سنه، لاعب خط الوسط الميدان، لعب في صفوف فريق الرجاء الرياضي حسن الاكادير، النجم المثلوي التونسي اولمبيك فريبكا. وبعد اولمبيك فريبكا يعني كان عنده انتقال لفريق سريع واتزم قبل الواقعه في كشوفات الفريق ديال يوسف برشيد. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، فرصة إمكانية ديال إنزال الكرة، ولكن الحكم كيقول بأن هنالك مخالفة من لصالح فريق
فريق يوسف برشيد وسي شادلي السعيد تونفات ضايعه مره اخرى. نادي النملي ينطلق الكره ديالو من الجهه اليسرى. الحكم كيقول ما كاينش هناك اي شيء. بناء عمليه هجوميه بشكل سريع على الكره، هذا تنفيذ الكره من مكانها صحيح، واهم شيء هو ايقاع الكره. الكره ملعوبه الان على مستوى خط الوسط. كرة ملعوبة الآن من جديد من جانب فريق يوسف برشيد للأخذ والرد عند هيدا عينا. هيثم عينا يحاول يمر ولكن في آخر مطاف يعني ما كيتمكنش من الكرة ديالو. هناك صفر من الحكم ولينا على مخالفة في هذه اللحظات. أداء يمكن نقول بأنه متوسط حد سعر بين الطرفين، في غياب الفعالية الهجومية، في غياب المحاولات الحقيقية للتهديف. الفريقين مع أن لا زال في بحث مستمر متواصل بحثا عن نتيجة أفضل وأحسن بكثير. كرة ملعوبة في خط الوسط، تمريرة من الجهة اليمنى في اتجاه الوكيلي، حاول يرفع الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء. ضاعت هذه المحاولة، خطأ يقول الحكم. الحكم اذا ضربه خطا لصالح فريق يوسفيات برشيد. وكيلي الوكيل سعيد لرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بالفعل يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة في يد الحارس، كرة مشات مباشرة للحارس اللي كيتمكن مجيد الحارس مجيد مختار من إيقاف الكرة بشكل جيد. كرة فاجرة مرتدة مضادة هوني ماري شوي لم يتمكن من القيام بالمراوغة بشكل مناسب وبالتالي ضاعت له. إذن ملعوبة لعناصر فريق يوسفيات برشيد. أداء حد ساعة بعد مضي أكثر من 20 دقيقة كيبقى أداء ديال التكافؤ حد ساعة، ولو أنه تقدم من جانب فريق أولمبيك أسافي، وبالتالي هو الفريق اللي محقق الأهم في هذا اللقاء. كرة ملعوبة من جديد على مستوى خط الوسط، تحضير في بناء هذه العملية الهجومية بهدوء. قطعة اختيار دائما من الجهة اليسرى، تواجد محمد المرابط اللي كان في مكان جيد. ذكر بأنه من نعيش إيقاع هدف الوحيد، توقع اعتقد توني ايجو ماريجوي. نعم كره ملعوبه على مستوى خط امامي، فرصه لكن هنالك تغطيه. الحكم كيقول بان هنالك خطا، رجعت مره اخرى على مستوى خط الوسط ضائعه. يعني نتمنى ما تكونش في اصابه مؤثره، نتمنى ما تكونش في اصابه مؤثره في امريكا. تدخل قوي.
النداء لخلي حمزة مستلام وصاحب سويبان ماديا. الملعب ستعود المباراة لتستهدف الآن مستدرا يلعب كرة ديالو على مستوى الخط الأمامي من الحكم كيطلب من اللاعبين باش انهم بدون احتجاج وقت اللي بوسدرا كان كيحاول ما امكن انه ياخذ الوقت المناسب باش يلعب تماس ولكن الحكم كافر في القرار ديالو كيقول الان تماس لصالح فريق اولمبيك اسر. نعم اذا تماس ينفذ عطيت الله يحيى عطيت الله أمامية اتجاه تماس مرة أخرى تغطية أمام كوفي بوها وحمزة بوسدرا هو لاعب اللي قام بهذه الكرة الماضية البطاقة الصفراء الآن هيثم عينة البطاقة الصفراء هيثم عينة احتجاز الحكم وبالتالي الحكم كيعطيه بطاقة صفراء ملعوبة داخل منطقة الجزاء هذه محاولة تعود مرة أخرى طوني تصويبة ولكن بعيدة كل البعد وليس صبار تصويبة من هيثم عينة لاعب اللي تلقى البطاقة الصفراء منذ لحظات قابل يعني عنوانها لحد ساعة نتيجة واحد مقابل شيء بعدين النبلي حاول ما امكن انه يمرر الكره ديالو ولكن ما مشاش بالشكل المناسب رجعت الكره الحارس امام المرابط راسيه كره في الخط الامامي تغطيه من جانب الدفاع ممتاز ولكن الوكيلي تبع الكرة ديالو استخلصها بروزو ضايعها تمريرة لمدينة النبلي النبلي قام بالمراوغة خطأ كيقول الحكم كيقول لصالح عناصر فريق يوسفية برشيد بالتالي ضرب خطأ لعناصر فريق يوسفية برشيد انطلق الآن على مستوى خطر من الجهة اليسرى محاولة لبناء العملية الهجومية اعتماد على المهارات ديال اللاعب حمزه مجاهد حمزه كيعيد نفس التصويب حمزه ممتاز حمزه تمريره للجهه اليمنى من يونس رشيد حمزه بوسدرا يرفع كره ولكن ارضيه ارضيه مره اخرى لصنع عناصر فريق يوسفية برشيد ملعوبة على مستوى خط الوسط تمرير وانتظار الفرصة المناسبة للتصويب كان هي ديال المراوغة ولكن مجاهد طول الكرة ديالو بعض الشيء ضاعت له عن هيثم هنا ولكن قرار من جانب الحكم علينا بذلك على خلف خطأ لصالح فريق اولمبيك اسافي في هذه اللحظات من كوفي بوا الجهه اليسرى اخر مطاف اتجاه تماس اداء قوي من جانب الطرفين معا ولكن
الكلمة الأخيرة فعادت لفريق أولمبيك أسفي من خلال هدف وحيد نجاع عن غفلة من الدفاع. هدف ودفاعية قاتلة. فريق يوسف برشيد حاول ما يمكن باش نورجع في المقابلة ولكن وجد صعوبة بالغة أمام التغطية الدفاعية المثيلة لفريق أولمبيك أسفي. حاضرة محيطة وهكذا يحب تسميته وتلقيبه عشاق الفريق. عشاق قرش المسفيوي نعم. ممتازة في آخر مطاف من الجهة اليسرى. فريق أولمبيك أسفي تحضير اعتماد على كرات المسوخة الأمامي بعد للخطورة الخيار الأمثل والأحسن. المرابط مرابط عنده كرة انطلق بكورتو على مسوخة الوسط شاف الكوفي بوا ضاعت له هيتمين رجع الكرة ديالو مباشرة عند الحارس. وترى يحصل على مخالفة. كاين دفاع بدني كاين دفاع بدني في هذا اللقاء بين طرفين وبالتالي كتحس بأن كل فريق عارف القيمة ديال نقاط هذا اللقاء وإذا الرغبة الجامحة من أجل الانتصار فهي مهمة جدا. صحيح أن يوسف برشيد الآن على مستوى السلم الترتيبي في الوسط مرتبة الثامنة ولكن يريد أن يحسن هذا المركز. فريق اللي هو فريق أولمبيك أسفي ضمن المركز الثالث ولكن يريد نقاط أكبر وأن يغرد وحيدا في المركز الثالث. حق مشروع لكلا الفريقين. حاول الآن على مستوى الخط الأمامي تمريرة ممتازة في اتجاه حمزة بو سدران حاول يرفع كرة نعم وزاوية تأتي في هذه اللحظات زاوية لصالح فريق يوسف برشيد. داخل منطقة الجزاء محاولة ممتازة راسية لبعد الخطورة مرة أخرى تعود هيثم عينة رجل الكرة الثانية بامتياز موضع مميز عديد من الكرات بعد ويخرج الكرة كرة ملعوبة أمامية مرابط مرابط يحضر كورتو تمريرة ممتازة تشيل من الجهة اليمنى محاولة انطلاق رفع الكرة في اتجاه كوفي بوا خيار لا مفر منه أمام مرابط كوفي بوا تصويب ولكن هنالك تغطية تعود عند ولي صبار أو اللي ينزل يشاهد منذ لحظات كان جانب أنس النية خروج الحارس المكان المناسب مجيد مختار كان في المكان المناسب وإبعاد الخطورة قابل عنوانها لحد ساعة هدف واحد مقابل شيء تقدم فريق أولمبيك أسفي ما خرجتش كوفي استلم مرور قام بعملية تمويه جيدة بالجسم ولكن لم يتمكن من الاستفادة من المعطى الماضي لأنه فعلا مو بجسمه بشكل جميل وقام مهم جدا لكوفي بوا انضاف أيضا إلى لاعب آخر في صف فريق أولمبيك أسفي حديث هنا اللاعب توني إيجو مع شوي بالتالي الكرات العالية يتم الاستفادة منها بشكل جيد. كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي تركيز رفع الكرة داخل منطقة الجزاء بالراس رجعت مرة أخرى
صانع فريق اولمبيك في مجال اليمنى، كرة متاحة من جانب المرمى، تلعب كورتو بشكل سريع تنفذ على سنية، ضيع كرة جيدة على مستوى الانطلاقة الهجومية في الخط الأمامي. فرصة مستمرة، تمريرة ممتازة هذه المرة، محاولة لبناء العملية الهجومية، حمزة بوصدري يحاول اختراق، يحاول اختراق ما خرجش في اخر مطاف عن التماس، تماس لصالح فريق يوسفيات برش، يلعب التماس بشكل سريع داخل منطقة الجزاء، عينة ممتازة جميل، هدف جميل، رأسية كانت مباغتة، وهدف غاية في الروعة من جانب اللاعب يونس رشيد، يونس رشيد اللي تمكن من وضع الكرة في المرمى معلنا بذلك على هدف التعادل، هدف داخل كل مرمى لحد الساعة بين الطرفين. اذا النتيجه كتغير هنا بمدينه مرشيد بعد مضي تقريبا 27 دقيقه، كيجي هدف اول لصالح فريق يوسفيات مرشيد، وهو هدف تعادل في هذه المقابله. كيكون طريقه ذكيه وجيده اقل من خمسه دقائق، أقل من خمسة دقائق على نهاية الشوط الأول من عمر هذه المقابلة. النتيجة المرسومة لحد الساعة فهي هدف داخل كل مرمى. تحضير على مستوى خط الوسط، بناء الكرات، العمليات الهجومية الآن، محاولة، فرصة بوسترا بعيدة بعيدة، تمشي مباشرة في اتجاه التماس، رجع فريق يوسفيات برشيد في المقابلة، حقق هدف، وهدف اللي يمكن اعتباره بأنه هام جدا، غادي يعطي واحد الدفعة حقيقية للمقابلة ككل. في الوقت اللي كان فريق اولمبيك اسفي متقدم في النتيجه ومحافظ على التقدم ديالو، كره في الخط الامامي، تمريره مباشره للحارس الشادلي، كره ملعوبه الان على مستوى خط الوسط، بناء العمليه الهجوميه جميلة جميلة، الطريقة من الوكيلي، جميلة الطريقة من الوكيلي، ممتازة هذه الرأسية مرة أخرى تجاه يونس رشيد، ولكن ضاعت له كرة، هجمة مرتدة مضادة، بناء العملية الهجومية على مستوى خط الوسط، فرصة فرصة فرصة، ولكن في آخر مضرب كتمشي للتماس. شكون كان كيتوقع هذا السيناريو؟ شكون كان كيتوقع هذا السيناريو بهذا الأسلوب بهذه الطريقة؟ شوفوا هدف مع بداية المواجهة بالضبط في الربع ساعة الأولى، وهدف أيضا يجي في العشر دقائق الأخيرة، دقيقة واحدة يضيف الحكم كوقت بدل ضائع، دقيقة واحدة يضيف الحكم كوقت بدل ضائع. إذا كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، تحضير نقترب من نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة، محاولة من حمزة بوسدرة، تحضير من جانب هيثم عينة، أو جميلة جميلة العملية جميلة العملية، فرصة الآن بناء من جهة اليسرى، صويبة جميلة أيضا، ولكن مباشرة إلى خارج ضربة الميدان، ضربة مرمى. الاسلوب اللي لعب به فريق يوسف برشيد في هذا اللقاء فهو اسلوب جيد، وصراحه فريق اولمبيك اسفي قدم هدفا هاما خلى انه يكون افضل في غمار المجريات الخاصه بالجوله الاولى، وبالتالي مشى بالنسق اللي كان كيتمناه.
إذا فهاد لحظات الحكم غادي